صراحة مشروعة بمقتضى كل المواثيق والعهود الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. فضيحة دولية، لا حقوق لا حرية. فضيحة دولية. نتنياهو يا جبان يحتل الصبيان. نتنياهو يا قوام الفلسطينية، تحية لإيطاليا. قوام الفلسطينية، تحية لإيطاليا. قوام الفلسطينية، تحية لإيطاليا. قوام الفلسطينية، تحية لإيطاليا. قوام الفلسطينية. إن نحن يعني مناضلات ومناضلي الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، وهي الإطار المناضل الذي قرر بالأمس أن ننظم هذه الوقفات، وقفة في الرباط أمام سفارة فرنسا هنا، وخمس وقفات في خمس مدن حيث توجد قنصليات للدولة الفرنسية. أما ما هي أسباب نزول ديال هذه الوقفات؟ اولا نحن جئنا لنحتج على السياسة ديال الدولة الفرنسية في قمع وحظر كل المظاهرات المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني والمتعاطفة بشكل خاص مع مقاومته، وحيث لجأت يعني الدولة الفرنسية الغارقة اليوم في الصهاينة وفي الاستبداد الى اجراء غرامات للمتظاهرين وإلى حد الحكم عليهم بالسجن من الذين يؤيدون المقاومة، وبل أنها لجأت إلى منع ما أفعلوا الآن يعني رفع العلم الفلسطيني والكوفية الفلسطينية، حتى هذه أصبحت جريمة في فرنسا. وكملها وجملها الرئيس إيمانويل ماكرون فرنسي بالزيارة دياله اليوم إلى عاصمة الكيان الصهيوني الذي يتلقى الضربات من طرف تلو الضربات من طرف المقاومة المسلحة. وقد قال يا صهيون فلسطين في العيون، ماكرون يا صهيون فلسطين في العيون، ماكرون يا صهيون فلسطين في العيون. وهل تعرفون ماذا قال هو اليوم في خطابه في عاصمة الكيان الصهيوني المجرم؟ يقول بأن قلبه هو ما أولوية الأولويات بالنسبة له، هو الأسرى المحتجزون لدى المقاومة الفلسطينية المسلحة بكل أطيافها. هو لم يسبق له يوما أن انتبه إلى الآلاف ديال الأسرى الذين ينكل بهم في سجون العدو، والذين حتى إن ماتوا داخل السجون يحتفظهم العدو في الثلاجات. هو لم ينتبه ماكرون المجرم لم ينتبه يعني لعشرات الآلاف الذين استشهدوا في قطاع غزة، ولعشرات الآلاف ديال الجرحى، ولهول الدمار في غزة. هو ماكرون لم ينتبه لهذا، هو انتقل من باريس إلى تل أبيب لكي يؤيد الاحتلال والإجرام. عاد إليه الحنين للاستعمار الذي يمارسه في إفريقيا الغربية والذي مارسه في شمال إفريقيا وفي المغرب. لن يمر هذا، وسنستمر نحن في الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب وفي كافة الهيئات المناضلة أن سنستمر في التصدي لمثل هذه السياسات الإمبريالية الإجرامية، هي التي إجرامية. وننبه الدولة المغربية بأن العدو الصهيوني سينهزم، وسينهزم معه التطبيع، وسينهزم معه الخونة في مختلف أقطار العالم العربي والمغاربي. فحذاري يريد حذاري الشعب، الشعب يريد تشريم التطبيع، الشعب يريد تشريم التطبيع، الشعب يريد إسقاط التطبيع. وبغيت نقول للشعب المغربي الرسالة الأخيرة للشعب المغربي، الشعب الفلسطيني محتل منذ 75 سنة، الشعب الفلسطيني في غزة محاصر برا وجوا وبحرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.